اجمل تحيه دائما لجميع المستمعين الاوفياء اللي كيستمعوا لنا عبر اسير اذاعتكم الرياضيه وكذلك الموسيقيه بامتياز اذاعه راديو مارس. مارس كوميدي يضحك ويتسلى. احنا ما بنتفلى. طبيعي الحال ما بنتفلى، ولكن باش يقول طاليس قدروا نتفلى واحد شويه. طاليس مرحبا. صافا خويا بخير الحمد لله. مزيان الله يبارك فيك. الجاكيطه الله يعطيك الجاكيطه زوينه. احنا واحلين مع هذا الصيف اللي حلف ولا بغى يمشي. ولكن درت شي حاجه مفتوحه لان انت مغموق فوجك، خصك شي حاجه تكون مفتوحه فوجك. مغلوق خارجيا ولكن باطنيا مفتوح الحمد لله. اوكي خصك قلبك مفتوحه. لا بالعكس، هذه اللون ديالها مفتوح هذه بخير. هذا الحسد اللي تيهضرك انت. دابا واش مفتوح على واش انت دابا قلبتي برنامج قصري يا صاحبي؟ دير خدمتك. لا ملاحظه صاحبي بيني وبينك. وين المشكله؟ والله الا مشكله بالله ضروري الاحراج ضروري. لا واش مغلوق على وجهك ولا هي مفتوحه على وجهك؟ لا هو نورمالمون ما تلبسش المارون لانه انا مارون فهمتي، ولكن هذه فوالا وهذه شويه واخا دابا تبان لك عريان واقيلاك. هي مارون انا مارون تبان لك عريان واخا. انا نمشي نستر دابا شي لبس شي حاجه. مرحبا طاليس. لا خطي اليوم ما نكونوش بوحدنا، غتكون معنا ضيفه يعني متميزه خدات على العاتق ديالها انها تشتغل درجه كبيره على الاغنيه المغربيه وكذلك تنتج بعض الاغاني المغربيه. البعض كيقول لها متمرده في الحانها في فيديو كليباتها وكذلك في اشياء اخرى. مستقره بالديار الاوروبيه مؤخرا، كتحضر العمل ضخم، عمل اللي من خلاله كتنادي بان الصحراء صحراء مغربيه وتا واحد ما عنده الحق يدخل فيها من غير المغاربه بوحدهم. فهاد العمل غادي نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقه ديال اليوم، وكذلك اعمال اخرى اللي فرصه اننا نتكلموا عليها في الحلقه ديال اليوم. اعمال كذلك اللي كتزوج ما بين الموسيقى المغربيه وكذلك توزيع اوروبي اسباني وكذلك مقامات عربيه، ضروري انها تكون ضمن مجموعه من الانتاجات ديالها الفنيه. ضيفتنا النهار اليوم الجميله ليلى المغربيه، مرحبا بك. اهلا وسهلا فيك زهير. شكرا على المقدمه. صافا كلشي بخير الحمد لله. مرتجله فيك بزاف. شكرا لك. اهلا وسهلا. كيف هذا الامور؟ انا بخير فرحانة. هذه ثاني مره كنجي عندكم للراديو مارس، فرحانة بزاف، حاسه راسي مع صحابي واهلي كازابلانكا، وتحيه كبيره للشعب المغربي من هذا الراديو. مرحبا طاليس. كي جاتك ليلى؟ طاليس غزال. طاليس لا خطيك صافي دابا شتاك واخا مهم. لا غنقول دابا انا غير سكتو باش ما كريتيكيش بالعكس. ما عندي ما نقولش. بغيتي نقول ما حتى حاجه، زعما كي جاتك ليلى المغربيه هادشي اللي كاين. تاني هذوك المدرسه بيني ديالك مع داك الشابو. انا هي مثل نحيدهم باش ما تنبغيش الناس فهمتيني يعرفوا اللي تنشوف. فوالا هذا غنحيدهم غادي تحيدهم وهادشي اللي كاين. مرحبا بك ليلى. شكرا. ربما ثاني حضور ليك معنا في الاذاعه. صحيح. فنتمناو ان شاء الله يكون حضور متميز مثل العاده. زوين. مرحبا بك. اهلا وسهلا. اليوم غادي نتعرفوا على الجديد ديالك، غنفتحوا تفتحي قلبك شويه معنا. حنا غادي نتكلموا معك على اشياء كثيره لاول مره ربما غادي نتكلموا على اليوم. انا ما كرهوش الزملاء الصحفيين كلهم يدخلوا للاستوديو ضروري. ليلى المغربيه اليوم. اذا رجعنا من جديد المستمع الوفي على بركه الله، نبداو مع ضيفتنا نهار اليوم ليلى المغربيه. فالجديد ليلى. الجديد هو البوم كامل افيك دي ريبريز و دو نوفيل شانسون، ونزلت منه اول سينجل تصور على طريقه الفيديو كليب اللي نزل على قناه ارابيكا اون اكسكلوزيفيتي، ودابا انتشر على القنوات العربيه كلهم وان شاء الله ينزل في المغرب قريب. هي بسامي موتشو اللي انا ترجمتها للمغربيه وان فرونسي وسميتها تبغيني بزاف. بسامي موتشو. بسامي موتشو اكزاكتومون. كون كانت عندك شي قناه مغربيه متخصصه في الموسيقى هنا واش تقدري تعطي الاكسكلوزيفيتي ليلى؟ افيك بليزير. ما كنتمنى بيان سور. مع الاسف كيدوز واخا ما تكونش من القوه الاعلاميه اللي عطيتها شي قناه اخرى. اكيد ولكن كيدوز مره في المغرب، كيدوز مره او جوج المرات، دونك ما غاديش يتشاف سيفيزامون، دونك ضروري تعطي يا اما شي باجي اون بو دير الاسامي ديال القنوات العربيه يا اما ارابيكا يا اما ميلودي بالنسبه لمصر، ومن بعد كينتشر بيان سور على لي بيتيت شان. مي فوالا كوا. دونك شكون اللي تعامل معك في هاد الاغنيه؟ هي معروفه عالميه، غنوها اندريا بوتشيلي، غنتها داليدا اون فرونسي، غنوها لي غران تينور اسبانيول حتى هما فاسون اوبيرا. غنتها هي ديال كونسويلو فيلاسكيز، غنتها دون لي زاني 40 اون 41 اكزاكتومون، اسبانيول دوريجين مكسيكان. Ou Bésame, Bésame mucho, como si fuera esta noche, c'est très sympa. Moi j'adore cette chanson. On a j'adore ce qu'on dit d'abord, à capella. Là, tu fais de l'air. Rien n'est Bésame mucho.
ومن بعد حطها وسي لا لا كوني هانية غناخدوها ضروري غناخدوها ان شاء الله. ما نساش بلي معنا مخرج لان الناس اللي كيسمعوا لك صوره صوت في سيت انترنيت. اه سوبر عندنا 3 كاميرا زعما ردي بالك كاين الغفله. يلا نسمعوا بيسامي وتشوا كابيلا. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. تبغيني بزاف, تبغيني وتحمق عليا في صباح وفي العشية. أنا تبغيني les années 40, j'adore, j'écoute toutes les versions, elle a smart 45 يعني المحتاج مستوى وصورة الإخراج كان الكارلان غيرز التوربيل جيت عامس معها قبل ما جيت وجاريت بون الحمد لله توجور فالإيماج ديالي ديسكري كلاس الحمد لله شيك فوالا كوا دونك الحمد لله. نسولك وحشمت غير قول غير قول خفتك تقلقي عليا غنتحمق عليا قول غنتحمق عليا غادي نبغي نطاشو قول على هذيك الجاكيت القضيه عافاك. لا غير ربما انا شفت لي زيكو ديال ربما انا غادي نسميك من الفنانات الجريئات. علاش؟ لان 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 ماشي غير بيسامي موتشو شفت اعمال اخرى فحال النشيد الوطني فحال كذلك حويجات اخرى. فالليله المغربيه ربما كاين بزاف ديال الانتقادات كيتوجهوا لها في جوج ديال الحوايج. اولا في الحاجه اللي كتعلق مثلا بالشكل اللي كضر به في لي فيديو كليب شويه كيقول لك شويه جري وكذا وهذا وجانب اخر ديال الموسيقى. انت اي حاجه حسيتي بها كيف ما كانت واخا ما تجيش مثلا كتنزلها فحال مثلا الشيء اللي وقع مثلا في النشيد الوطني سمعناه بالاوبرا سمعناه بواحد واش هادشي ما كيديرونجيكش؟ نو دي تو ولا شي متعمد بعدا من عندك؟ لا ماشي متعمد سينسيغمون انا كان جو مارش او الانستان او فيلينغ جو سوي انستانكتيف بالفطره سي تو هي جات بالصدفه. كنت كنتفرج على روبورتاج على كومو يسابيل ان شانتور فرونسي زوت اي بي الى شانتي لا مارسيايز ازنافور نو با ازنافور نو نو انفان بريف الى شانتي لا مارسيايز سي فري كو j'ai trouvé l'idée originale ou Renard en 92 donc voilà c'est pourquoi pas au début quand j'ai pour essayer j'ai dit mon prof de chant Eric et Nicolas Zelinski qui a jeté le bois là je suis à dans le mode qui est vraiment une tournure voilà sérieuse ou Renina Hauter ça fait je travaille deux ans avec l'ornier sincèrement bon c'est pas la machine Maria Callas d'accord je suis pas là une diva du chant lyrique mais c'est une expérience avec c'était chanté juste فهمتي اللي بغا يهضر في الموسيقى يجي يهضر معاك في الموسيقى ما غيلقاش شي حاجه اللي اما هي اما ليدي انا تغنى بهذيك الطريقه سميتو تكنيكمون جوست ولكن ليدي الجراه اللي فيها سي سور كل واحد عنده وجهه نظره فهمتي من هذا ماشي باش يهضر عليا الهدف ديالك منها الهدف عليا بغيت نعبر على حبي لبلادي انا عايشه برا حاسه بالنقص اللي الناس ما حاسينش به قدر ما تيكون في البلاد مي كتكون عايشه برا سي ديفيرون كتشوف الاعمال الوطنيه بواحد النظره اخرى كتشوف اي حاجه يمكن واحد عايش في المغرب العام كله ما كيعطيهاش اهميه بحال فاش كتنزل وكتفكر بغيتي تمشي تاكل الحمراء في جامع الفناء عيط للوالده تقول لها طيبي لي شي طاجين قبل ما نجي كاين سا 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 كون تي فوا كاين عقليات يعني
مثلا كاين شي امور ما خصناش نقيسوا فيها، مثلا التراث ما يمكنش خصو كيف ما سمعنا النهار الاول كيف ما خصو يبقى، ما نقيسوش فيه. النشيد الوطني نشيد كيتعلق بالوطنيه ديال المغاربه وكذا، وهذا خصو يبقى بلي غيتم اللي حنا سمعناهم. احترم هذا سميتو، ولكن شوف بزاف ديال الناس ما حضرش النشيد الوطني، والله العظيم الا مع كل احترام ليهم ما كيهتموش، ما كيهتموش. حنا اهتمامنا ممكن في في في, في كتهضر الهضره، كتكثر الهضره مي او دي بار تحت ما كدير الانيسياتيف قليله، مي ملي كتكون شي انيسياتيف كيجيو باش يكريتيكيو، دير شي حاجه تنسى جامي لا في بلاك كيعطوك طاقه مش لا. وليت عندي كاراباس كونتر لي كريتيك مزيان، يعني انا من نهار بديت وانا لي كريتيك لي كريتيك ولت عندي كوم بحال السلحفات، ولت عندي كاراباس بقيت كناخذ منها غير المزيان، سام في افونسي. ولي كريتيك لي ما عندهم حتى شي شي قيمه ما كنهتمش فيها اكزاكتومون. الله يستر لك، حنا بغينا نحكيوك هو اللي فهمني انا غادي نكمل معاك البرنامج باش تعرفوا، لان لله خاصها ربما حلقه فيها ساعتين باش بلا اغاني بلا حتى شي حاجه. يعني هي قطعك غير الفنان سيرج غانزبور الله يرحمه، هو اللي من نختي اللي كنهضر معاك ونسيتو سيرج غانزبور اوف كورس. برافو عليك. فاحنا لله راه ما كتسكتش، لان هي دائما عندها بزاف ديال عندها مواقف اللي كتامن بها، وعندها كذلك وجهه نظر اللي كتبغي توصلها للناس. فاحنا غنحاولوا ناخذوا الماكسيموم في الحلقه ديال اليوم. اوكي هذاك بليزير. راك عارفه البرنامج ما تعصبنيش بزاف، عاوتاني نمشي نقول الهضره ماشي الناس يتقلقوا مني. لا حتى واحد ما غادي يعصبك، بالعكس. اذا رجعنا لمجد المستمعين الكرام، دائما ضيفنا النهار اليوم ليله المغربيه، كيف جاتك لا بروميير بارتي طاليس؟ كي جاتك ليله شويه من لا بالعكس تهضر، يعني عندها مواقف ديالها اللي تدافع عليها وتيقى في نفسها وتيقى في داكشي اللي تدير، ومزيانه هذه اللي حاجه الحاجه اللي خاصه. ولكن ما يمكنش تسالي الحلقه ديال اليوم لو ما نعرفوش شي حويجات، لان اللي عنده هذا الكاركتير ضروري يكون تعرض شي مواقف زوينه في حياته ولا تفكرها كيضحك. كاينه بزاف ياك، غادي تذكري ليا وحده بوحده ان شاء الله، من بعد غادي نرجعوا باش نتكلموا عليهم. غناخذوا عبد الواحد ومهدي، هما اول موهبه معنا في هذا الاسبوع هذا. احنا بطبيعه الحال وجهه النظر ديال ليلى في هذا السكتش هذا كتهمنا، وكذلك ديال طاليس. حنا غادي نشوفوا الملاحظات ديالهم بعد ما نسمعوا الاولى سكتشاتنا في هذا الاسبوع هذا. نتمنى عبد الواحد ومهدي يستمروا معنا الاسبوع الجاي، نسمعوا ورجعوا من بعد. عندك موهبة ديال الضحك وبغيتي تولي إيموريست بروفيسيونيل، بغيتي تعيش ليكسبيريونس ديال لاسين، مارس كوميدي غادا توصلك للحلم ديالك بلا ريال بلا جوج. عندك من 15 ل 100 عام وعندك الكونيكسيون، يلا دخل لاباج مارس كوميدي واحفظ على جوج، سجل فيديو فيه سكتش ديالك وعندك ما تفوتش 3 ديال الدقائق، وصيفطوا لينا في ميساج لاباج. اه والميساج راه فابور. ثنائي عبد الواحد ومهدي من مدينة الدار البيضاء. او عرفت بحيره في العالم هي ديال الناس المزالير مزلوطه في جوق قاصح، كيمشي للبحر وغادي معاه بواحد المراه يا سلام، تشوفها من بعيد غاشه ورمه ودير الرجلين واخاك الزين والجمال، رجليها مزغبين بحال شعيب الزياني. الرمله مسكينه عا كتشوف داك المنظر كتلبس الصباطه وكتهرب. والناس عباد الله كيمشيو للبحر كيتالموا كيكفوا قصائد وكيالفوا الافلام، المزلوط عندنا كيتقابل مع البحر وكيطيح عليه شي الهام يا سلام، كيجمع ولادو كيدير لهم مسابقه جماعيه. تعالوا ولادي، نعم هذه حجره، أه. هذه كمكم، ايه اللي جاب لكم هذه الحجره بين العينين، أه. غير بحقي في المناظره وليدات الرضا شي العاب عندهم كيديرين، شادين خوم صغير ولاعبين به التنس، وداك خوم صغير دايرين لي واحد مولاتي لي كوشا خاطره سيمانه ما حيدوه لي مع الضربه الاولى ديك لي كوشا كطير ما جي عفوك، وجا واحد خيتي كتبرونزا بلخ ويتنوض المايونيز كيطيح من السماء. اي لا والكيتشوب ولاني ما كاينش لي كيسالي معايا، قلت وحدين كيدخلوا طال داخل وسبحان الله ديما كتلقاهم بعاد على بنادم باش ما تكتشفش الجريمه وكريحو واحد شويه حتى كينوض بوحدو. الاخوان نعم عندكم شي واحد يجي لهاد البلاصه راه فيها الجره؟ اي الجره والجره هي درتي انت في سخوط الوالدين، كنقولوا مال الحوت كيموت ومال البحر فيه التلوث، ولكن الوعره هي ملي شي مجلوط كيبغي يدي الخطيبه ديالو للبحر ما كيديهاش القهوه، وفين كيديها؟ كيقول لها القهوه حرام. ايوا كاع الحاجه اللي غيحط فيها فلوس حرام كيديها للفوق الصخر مع كيبركو كبدا طلع معاهم شي بروده الله كينوضوا مكوانسين تقول مختنينهم. فاطمة فاطمة أنا وقال بحر بارد كون غسخنوه. أي سخنوه بالرد ديال هداي. فاطمة فاطمة أنا فاطمة فاطمة وأنا قولي لي واش الماء ديال البحر دايس في الوضو ولا لا؟ دايس في الوضو هي الركن المفضي والتاسع بيترجل. فاطمة الناس كلهم مشاو
والظلام بدا كيطيح. بدا كيطيح. عرفتي اش غنديرو؟ اش غنديرو؟ يا الله نمشيو حالنا اللي يسد علينا مول البحر. امي امي على الرجال، اما كيتم غادي خارج مول البحر كيوقف عليه مول الورد. شري لي وردة ومعاوه في جيبو ما عنده تريال كيدور عند حبيبة. نعم اصحابي نسقرا مرة بغيت نشري لك الورد ولا اني الورد عنده لاوي لاوي. لاوي هو كان شي لاوي قدك؟ هو الورد اللي لاوي ولا جيبك اللي خاوي؟ إذن كان هذا الديو ديال عبد الواحد ومهدي. يعني ضحكنا ياك طاليس؟ وي بيان سور. واللي اللي لاحظنا هو ان لوغيتم ديال لوغيتم والانسجام من بين الحويجات كذلك في اي عرض الا كان ديو خاص يكون الانسجام مهم وضروري. هذا هو المشكل ديال كاع لي ديو اللي كاينين تقريبا، هو ما تيكونش الانسجام بيناتهم، ما تعرفش الاخر امتى غيسالي والاخر امتى غادي يهضر. لاش انا في المسرح كاينه جائزه فاش كيكونوا في مهرجانات مثلا مسرحيه كاينه جائزه ديال الانسجام كتعطى بوحدها الا كانوا اعضاء الفرقه يعني منسجمين. بغينا نسولوا ليلى ضيفنا النهار اليوم من بعد نشوفوا الملاحظات ديالك. هي تبان لك ليلى في هذا الديو اللي سمعنا دي جون تالون. يلا سمعنا سامبا. ضحكت من قلبي سورتو في واش المطلب بحال الا قلوا دور عجبتني بزاف. طاليس خويا انا اللي عجبني هو بعدا كاين موضوع واحد، لانه المشكل كان عند مهدي وعبد الواحد هو كيدوزوا من موضوع كيجمعوا بزاف د المواضيع في سكتش واحد. دونك دابا داروا لنا سكتش كامل على البحر، كاين نص زوين لي فان دروسين التكست مخدوم، كاين انسجام بيناتهم، كاين اداء القاء، كاين لو ريتم تاعو مزيان فهمتيني، كاين سوفل. دونك ما تتملش من السكتش وقفار ما طويلش بزاف، حيت كاين شي مواضيع اللي ما تلقاش فيهم بزاف ديال لي فان، ولكن كضطر بعض الخطرات كتبدا تجبد باش تعمر. هما مشاو الا بغينا نقولوا مشاو للمومو ديال داكشي اللي ممكن يتقال، قالوه وسالوا. دونك برافو عليهم. الا لاحظتي راه دازوا معنا مهدي وعبد الواحد صحيح، ولكن ماشي بهذا المستوى. فوالا المستوى دابا ديالهم تبدل، اكيد خدموا لعبوا سامبل ما متلوش بزاف، لعبوا لنا الشخصيات اللي خصهم يتلعبوا، ولكن لعبوا لنا هما مهدي وعبد الواحد فبرافو عليهم. برافو عليكم عبد الواحد ومهدي، نتمنوا ان شاء الله تكونوا من الفائزين بلو غون بري ديال مارس كوميدي اللي كيوعد اي واحد غادي يفوز معنا في الاخر ديال الموسم بسبيكتاكل في اكبر القاعات يعني المسرحيه في مدينه الدار البيضاء. رجعوا ليك ليلى، ما كرهناش نسمعوا شي حاجه لان انت عندك واحد الجانب مهم، يعني عندك مجموعه من الاعمال اللي كتكلم على المغرب. كاينه اغنيه اللي هي المغرب بلادي، هي المغرب بلادي. نسمعوا ليها ونرجعوا من بعد ان شاء الله باش نتكلموا عليها ونتكلموا كذلك على عمل الخضخم غتكون فيه ان شاء الله ليله المغربيه، واللي هي اوبيريت على الصحراء المغربيه واللي سميتها نداء الصحراء. نداء الصحراء نتمنوا ان شاء الله دائما الاخوان ديالنا في المحتجزين يعني في تندوف يعني وفي اماكن اخرى يعني يكونوا سالمين ورجعوا كذلك الوطن ديالهم ان شاء الله. هي المغرب بلادي ليله المغربيه ورجعوا من بعد.
اذا رجعنا من جديد مستمعينا وفيا دائما معكم في الحلقه ديال نهار اليوم. ديما ضيفتنا نهار اليوم ليلى المغربيه. ليلى ما عرفناش يعني شنو هو الاطار اللي نشتي فيها الاغنيه دي واللي خرجتيها. هي المغرب بلادي لها قصه عزيزه على قلبي بزاف هذه الاغنيه، لانه اول اغنيه وطنيه كنغنيها في مشواري الفني، وجات من بعد يعني كومون ان شوك كومون ايموشنيل، لانه حسيت بقيمه بلادي. حسيت اول مره كنحس انه فعلا في الغربه، والواحد في ذوك المواقف ما توقف معاه غير بلاده وولاد بلاده. اللي وقع لي هو انا في نوفمبر 2010 راجعه من باري لو كار، وطبعوا لي باسبور فرونسي ديالي عادي مثل العاده، ومشيت وصلت حتى الباب، وواحد الضابط جا عيط لي من الباب مصري مصري دخلني لي حضرتك الفنانه يلا، قلت له ايوا فرحانه رجعني قال لي تفضلي معلش. في تشابه في الاسماء سي فاسون باش يرجعوني حيدوا لي داك الطابة على غي، وقالوا لي المرة دي معليش مش هتخشي مصر. قلت لهم يعني ايه، هو في ايه، ما نعرفش، روح السفارة المصرية برات سميتو. المهم مشيت، هي هذيك رجعت في حالي، مشيت لدبي. هي هذيك فاش استقريت في دبي، بعد شهرين قامت الربيع الوطني الثوره وداك المشاكل الربيع العربي الربيع العربي فوالا. فهذيك الضيق الواحد حس فعلا قيمه بلاده. انا ديما كنقولها في الصحافه من اول ما ابتديت المصريين، وحتى الشركه الكويتيه اللي كنت معاها عرضوا عليا باش نغني اغاني وطنيه الكويت والمصر، وقلت لهم انا لن اغني لاي بلد عربي او اجنبي، بس غالبا ذاك الوقت عربي، حتى نغني لبلادي. وفاش جيت عرضوني هنا تلفزيون دوزام، التقيت بالاستاذ سعيد الامام، وقلت له خصني ملحن وشاعر فنان عظيم كنحييه، وقلت له خصني عرض عليا بزاف الاغاني، كلي ما بغيت نغني حتى حاجه، بغيت اغنيه وطنيه نغني بها حبي لبلادي. عرض عليا، سمعت هذيك الاغنيه عجبتني بزاف، رجعت لمصر من بعد شهرين، دخلت عادي لانه المشكله كانت عندي من قلب الشركه، يعني هي اللي دارت لك الشركه، مدير المصري هو اللي كان عمل لي المشكله، لانه كان عندي لا برومو ديال البوم رومانسي، وكان في كان دي كومبيتيسيون كونكورونس بين لي زارتيست، دونك عملوا هكذاك دي باتون دون لي رو غير باش ما نرجعش للبلاد. الحمد لله رجعت للبلاد. القوه ديال هاد القوه ديال النظام الفني عندهم تماك، ديال الصناعه الفنيه تماك، فهما كيقدروا ياثروا في فنانين يدخلوا ولا ما يدخلوش، لان يمكن لان ذاك الوقت كان كانت الفساد في البلاد كامله، وكيف ما كتعرفوا ماشي جديد، ودوك الضباط زعما $1,000 يوقف لك اللي بغيتي، دونك فوالا ما عندوش مشكل. عارفين كيعرفوني الفنانه جايه وسميتو، دونك فوالا جابوني من الباب. فبغيت كلشي هذا باش نقول لك، ديك الساعه في ذاك الوقت بالذات الواحد كيحس قيمه بلادو. نعم. يمكن ماشي مزيان ملي نقولها، لانه واحد يقول لك حتى توصل في الضيق عاد كتحس بقيمه البلاد، ولكن معليش المهم انه الواحد كيحس بقيمه بلادو الحمد لله. في اطار البلاد دائما كاين عمل اوبيريت ان شاء الله قريبا ان شاء الله تنزل، فبغيت تكلم لنا عليها شويه ونعرفوا كذلك الكواليس ديال هذا الاوبيريت. اغنيه جميله بزاف ولحن رائع صراحه. الفنان الملحن ادم رحيم، انا ما كنعرفوش مزيان، ولكن هو فنان جميل والحانه جميله. التقينا، كلموني كنت في دبي، كلمني الفنان المغربي شاب سيمو، خدا لي كوردوني ديالي من المكتب الاعلامي، وعيطوا لي قلت لهم ان شاء الله غادي نكون في ديسمبر. التقينا في ديسمبر 2012، وسجلت في جانفي، سجلت في ديسمبر 2012، دونك صار انا صوتي حطيته على الاغنيه من سنتين، من 2012. ما شفتش كاع الفنانين اللي كاينين، ولكن سمعت الاغنيه رائعه، اصوات جميله، وفيها من الشجن، وفيها من الطرب، وفيها من من سميتو كاسادون لا شير دو بول، باردون، كتعطيك كتبوش عليك الحمك ملي كتسمعها. صحيح. وفوالا، دونك واحد الفن، واحد الاغنيه الاوبيريت رائعه، خليها سيغ بريز. حتى انا نفسي باقا الموضوع سوبريز بالنسبه لي، لان ما شفتش كل شيء. اكيد، لان حتى العمل كيشتغلوا عليه لاول مره الجاليه المغربيه المقيمه خارج ارض الوطن. هذا هو لاول مره كيتغناو بالصحراء المغربيه، وداروا اوبيريت. غادي تنزل ان شاء الله على شكل فيديو كليب. صورتي الفيديو كليب؟ صورت معكم، كنتي موجود. انا عرفتك تبارك الله عليك، انت اللي قمتي بكل شيء، وتعبتي معنا وتابعتي في التليفونات وفينك وسيتي. البريكولات. قلت لك هادشي باش تقولي عمل وطني 100%. دائما كنا كنقولوا باللي الاعمال الوطنيه
يعني الاغنيه الوطنيه قليله في المغرب, وتا لا كان شي واحد كيغنى, فكنحسوا باللي اما كيغنى الاغراض والحسابات اخرى, اما كيكونوا شي وحدين كيجيو لان كيحسوا باللي المغرب هو بلاد ديال الاستقرار, كيبغيو يستقروا في المغرب, كيبغيو يغنوا اغنيه وطنيه حقه ما حقه, زعما راني كنموت على المغرب وكذا. مرحبا بهم, حنا ما عندناش غرام ديال المشكل, ولكن خاص الفنانه ديالنا المغاربه يديروا اغاني يعني بقيمه عاليه اللي كتكلم على الوطن وكتكلم كذلك على القضيه الوطنيه ديال الصحراء المغربيه, وغتبقى دائما مغربيه. اكيد غادي نرجعوا. طاليس, ما عندك لا سؤال لا لا والو؟ لا انا مشيت درتي الماء سخون باش تعمر اتاي. شتي والله عادي مشيت مجابوني ما جابونا لا اتاي لا انا عارف اختي عادي عندهم شتي عطيوه الاداره الفلوس ديال باش يشري لي بواسون ديك. الله يعفو عليه فهاد البلية خايب. امين امين. جيبي ما كان الوقت صعيبة بيني وبينك. لا ما كاين باس ما كاين باس مسامحة. ليلى غادي نرجع لك شوية باش ماشي غادي غير شوية نرجع نتقل عليك واحد شوية لأن واخا عندي معك ساعة, ولكن كنحاول نقيس كاع الأشياء ربما كيتسألوها المتتبعين ديالك واللي هما كيتابعوا الأعمال ديالك. ناخذ راحتي ياك. فازي جو تون بخي. الله يبارك فيك. كاين البعض يعني قريتها غير في يعني في الانترنت وما فهمتهاش, وكنقول واش نسولك واش ما نسولكش. من بعد فاش قلتي لي خذ راحتك انا غادي ناخذ راحتي. البعض لقبك بالفنانه ديال الفنانات الفوطه. علاش؟ واحد لبس الفوطه في الحمام. هذه هي الجرأه اللي تكلمت عليها في البدايه. ايكوت ملي مشيت خديت الباك ديالي هنايا كنت باقا صغيره, ومشيت لفرنسا وقريت وكبرت مع الفرنساويين وسميتو دون سارتين مانيير. فوالا ماشي شوف انا علموني والديا الحرام راه معروف هو السرقه والنميمه والكذب والحلال هو انك تخدم على راسك تخدم بعرق جبينك. الحمد لله حتى حد ما عنده غير الله سبحانه وتعالى, حتى حد ما عنده عليا اي يقول انا درت لله. انا درت عملي بمجهودي. نعم. وكنت كنخدم وكنجمع وكنمشي وكل شيء بمجهودي الخاص. نعم. هذا اذا غدا الحمد لله بما يرضي الله في حياتي ليماج سنغفلت با لا بيرسوناليتي. ماشي حيت انا لبست الفوطه انا راه مزيانه انسانه مزيانش فهمتي بحال صاره كيجيو هنا كيكونوا سبونتاني ولا بسي سميتو سي لو فاسون داتر. اما التربيه هذيك حاجه اخرى, ماشي اني لبست الفوطه انا فنانه غير ما مزياناش. اللي بغيت نوصل لك هي انه جيت بواحد التلقائيه واحد قدا واحد الجرأه زياده على اللزوم بالنسبه للشرق. تلاقيت مع مخرج حتى هو عايش في 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 اون اوروب عنده باسبورت اوروبيان. هذا السوليدي كانت لي الحمام ديال معروف عندكم في المغرب ياك انتم معروفين بالدقوس. قلت له واه والله الا الفكره زوينه, ما فكرتش في بعد النظر ما فكرتش في الابعاد ديال هذاك شنو ما فكرتش كل الحمام خروج هكا ما فكرتش في الحمام. هي هذه البارتي ديال الحمام لابسه فيها التكشيطه العام سيدي ما والدنيا مقاد حالتي, ولكن بعد ما خرجت من الحمام ولكن هذيك ديال الحمام الفوطه هي المشكله. الفوطه واش تندم حتى الحمام ويلي نعم واش تندم حتى جات الحمام تالي تقول له ريزي لي كيسيون ديالك الله يرضيك. عطيني سؤال لانك خدمت الفوطه في الكليب. لا ماشي ندمت, هي سيغتان مانيير قلت وكون كنت مستفهمه العقليه الشرقيه ديك الساعه ما كنتش غادي ندير هكذاك, ولكن سمع هذاك الكونسيبت ذاك الوقت راه الاغنيه اللي زاد كثر تعتبر من كلاسيكيات الاغاني في ذاك الوقت لانه كان شي عجب زعما ما عندي ما نقول. وي وي واحد الشيء هضرنا فيه بواحد الحلقه وقلنا تكلمنا فيه بواحد الحلقه متفق معك مليون في المئه. غير ما كنقولش لك واش ندمتي لان العلاقه ديما كتعلقش بنادم, ولكن كتقول على الاقل باش ما نخلقش القيل والقال. اكزاكتومون هذاك الشيء صحيح صحيح. اشنو قلت لك؟ لانه كان لا سبونتانيتي ترو جون ما فهمش الوسط الفني, كانت تلقائيه زياده على اللزوم. هذاك لو ركول مع كله جو بو ليفيتي تشوف انتماء اكذاب المجتمع محافظ اليوم المغرب والمغاربه. واش تقدر لله في كليبات جايه ان شاء الله تقدر انها سا مانتيريس بلوس تشوف ما جو ترافاي بلوس سور ليماج دابا جو ترافاي سور لو فون لا فورم ما بقاش كتهمني. اوكي نطلع دائما فيت اون فورم زوينه فوالا كوا جولي باش الناس الفن ديالي سميتو, مي دوك لا بروفوكاسيون تو سا مانتيريس بلوس. بلوس دو ماتوريتي كنقلب دي تروك افكار جديده على الموسيقى على الغناص فوالا كوا شوي بلوس. بغيت بزاف ما فيش توا شويه ديال بغيت بزاف غيان دي تو لابسه حتى لهنا وحتى لهنا ما كاين ما اسمح لي زعما كنقول ما عندك ما تقول غادي
كدير ليها باقا طلعتي في العمارية ولا باقا؟ مازال غنطلعوا دابا في العمارية زوجة ولكن ما درتش العمارية مع زوجي. دابا غنديرو في العمارية حنا غنديرو في العمارية على زوير اللي بيسير واخا سيدي دابا يلا هذه ليك ليلى المغربية 100% يخليك شي عمل من الأعمال ديالي إن شاء الله. لا لا يخليك حبيب ديالي أيوا يعطيكم الصحة. ساليني ما نسالك. شكرا والله العظيم هذه المسارية في العمارية غزالة. كان بخير. مازال غادي نستمروا معاك ومازال كذلك غادي نعرفوا أشياء أخرى لأن ليلى مازال عندي معاه بزاف ديال الحويجات ولكن لافواد فوكال وخبر ما عندها لا ستارت غادي نسمعوا إن شاء الله غدا باش نكملوا مع الضيفة ديالنا. ما حنا ما كاينينش. بعد غدا. الأربعاء فوالا. غدا حنا ما خدامينش. وهادشي اللي قلتي لي أنا هذا البروغرام غدا ما كاين والو. حنا ما عندناش فيغي. كاين شي ماتش واقيلا ولا ما عرفتش. غدا النهائي ديال كأس العرش. غادي نشوف شكون اللي غادي يفوز به غدا ان شاء الله ونتمنوا ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله يعني في النهار كامل غتكون تغطيه خاصه الاذاعه طبيعه الحال راديو مركز بصحتكم في قلب الحدث واخر الاخبار اللي كتعلق بكاس العرش غادي نتعرفوا عليها ان شاء الله. غادي يكون برنامج استثنائي من 12 الجوج رفقه لينو باكو وكذلك غادي يكون البث مباشر مباشره من ملعب الامير مولاي عبد الله. نتمنوا التوفيق ان شاء الله لجميع الفرق ديالنا الوطنيه المغربيه. على ذكر الزين والجمال وكذا اشنو اللي مخلي ليلى يعني دائما كتظهر بهذه الاناقه وبهذا الجمال وشي حاجه اللي هي اكسبسيونيل كنقد معاك دابا داكشي اللي قبل قبل ما كاين بس مسامحه. مرحبا ميرسي سي بحال كل كاع توت لي فام باغي ان بو سبور نعس بكري كاين شي وصفه طبيعيه فوق بعضو شي حاجه زعما شي حاجه اللي زعما ما كتستغناش عليها ليلى. لا ماشي غير دو سبيسيال غير كنشرب الماء بزاف كنعس بكري كنفيق بكري كندير رياضه اليوغا سي اسانسييل بالنسبه لي لانه مهم بالنسبه لي زيتيرمون ولا لا ريسبيراسيون دو يوغا انرجيزون با دو يوغا فو كو ميم بوجي شي شويه فوالا زعما ماشي ديك اليوغا اللي تتربع رجلك فوالا لا انرجيزون سي كو ميم فوالا تاع الحركه فوالا سي كوم دي بيلات بحال لي زيكزارسيس كو ميم سي اسي كحي لي توكسين لوك فوالا دونك هادو هما النصائح ديالي والحمام حمام و حمام حمام سكلاب حمام ثاني انا كنستغلاش على حتى فرنسا قلبت على حمام بالمناسبه راه هذا الملحن ديال الاوبرا هي ولكن بعيده عليا شنو توفيق اشنو اللي جاي في الطريق ان شاء الله من غير الاوبيريت واش كاين شي اعمال جديده؟ سينجل جديد غينزل على عيد الام ان شاء الله من البوم جديد اللي هو حتى هو ريبريز الفنان سامي المغربي عمري ما نساك يا ماما فرونسي عرب فوالا تري مودرن افيك فابريس دوبال سي مانو سون نو دو فامي فان افيك دي فرونسي مودرن جون كي فون دو لا ميوزيك ميوزيك تري سامبا حتى هاد الاغنيه طالعه بشكل جميل اي بي ابخي الالبوم جو في فواغ كنت نزل ولكن الوضع الحالي لي با بروبيس باش نزل شي حاجه البرودكسيون ديال من ديالي C'est moi, je produis mon propre album parce que ça sert à rien déjà. L'album Loul Diel est Alphino Khamsa Anne Tijdou, mon Arak Jbin El Khas. وعطيته شركتها وزعته في 2005 ومن بعد نتجوا لي البوم ليلى 2007 ومن بعد تسنيت بهذا الاغنية حتى 2011 دونك فوالا انا معاهم مازال في دي كونفلي ان شاء الله القضية غتكمل قريب لانه قالوا لي لا شركة كويتية وعندها الفلوس وتوسا قلت لهم اللي غادي نربح القضية وناخذ البير ديال البترول ونقسم معاهم ان شاء الله باش ما يبقاش فيهم الحال. Et voilà, donc je me produis moi-même. Il faut savoir que la production en France, mais je parle chaque les Européens, les Anons, les Smitho, Marcolin, Marcolin, c'est Ramil Arabe, mais qui est juste les 5000 dollars, les 10000 dollars. Avec un album, je suis Marcolin, tu as un très bon album, un superbe clip. Voilà, donc la production à la Kdaim, que nous avons fait, je l'ai fait. Je ne sais pas si tu as les albums, mais les albums, je pense qu'ils sont. Oui, quand même, l'album, Inch'Allah, il est comme. Rien que nous avons les singles, quand même, Ramama, au Kfch, depuis 2011, j'ai pas. Radio Konfi, Inch'Allah, 8 chansons, pas plus. Ça sert à rien de plus. انا نزلت من مورا موازين نزلت جيت وجريت نوفل فيرسيون صورتها مع كارلا راك شفتوها بالقفطان بصح ما هضرتش عليها هضرتي غير على الفوطو ما هضرتيش عليها هذه حيت كلها فيها قفاطن وتكشيط علاش بغيت نهضروا عليها مشكل انا كنقفطن ديال من
القفطة المغربي لا سياسور ديال القفطة من ملبس سميتها الجازولي كما سابل سي سي اونتو وسيلة جازولي التخافي باغي لا يعني انت معروف عليك انك دائما كتبغي تظهري بالقفطان وكذا وحتى في لوبيطا نشوفوك بالقفطان ان شاء الله بالقفطان ديال وسيلة جازولي كان ان شاء الله ضروري غادي نسمعو ان شاء الله هذه اغنية جريت وجريت اكزاكتومون نيو فيرجن فيرسيون جديدة واش كان هضرتي مع السادة الفنانة الفنانة ولا العمر هلا مع هنو سانسيغمون ما غاديش نكذب عليك علاش ديك الساعة في 2005 هذه الاغنية نزلت في البوم الدلل مع شركة هاب انا عطيتهم الالبوم نزلوه اللي جاب لي تنازلات هو نعمل الحلو الله يكثر خيره هو اللي توصلي بين الملحن والشاعر انا ما كنعرفهمش كنت عايشه في الشرق وتلاقيت فيه في مصر وهو جاب لي عطى الناس حقوقهم وجاب لي الحقوق جاب لي التنازلات اما هي شخصيا لا ما خديتش منها الاذن زعما الا ما تقلقش مني والمسامحه اني ما عايش من بعد خو معنا يلا ارتباطك بالاغنيه المغربيه ليلى هي روحي لا لا بروف بزاف ديال الناس كيشوفوا سمعوني بالشرقي سمعوني بالخليجي ولكن تيقول لي صوتي مميز بالمغربي والحمد لله هذا الشيء كيشرفني وي شكون هما الناس اللي كنتي كتسمع لهم بزاف يعني في الاغاني المغربيه الكلاسيكيه كنحماق على الحياني الله يرحمه عبد الوهاب الدكاي الاستاذ الكبير ديالنا عبد الهادي بالخياط الاستاذه نعيمه سميح كاع اللي كنسمعوا وطبعا الاغاني ديال سميره بن سعيد المغربيه هي كنبغيها بزاف كلشي كنسمعوا القديم سامي المغربي فنانات اخرين سمحوا لي حتى اساميهم نسيتهم كتبغيهم ماما حفظتهم منها هذه الاغنيه الوالده كنغنيها هذه الاغنيه عمري ما نساك يا ماما من الوالده ديالي هذيك ليبوك اسماعيل احمد فوالا هذوك الناس كلهم الفن القديم انا سواء في الشرقي او في المغربي كيعجبني غير القديم وي فوالا وي اذا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق بارك الله فيك نسمعوك شي البوم ان شاء الله كامل غوبريز من الاغاني المغربيه اللي انت كتلاحي فيهم ما عرفتش واش عندك الفكره ولا ما عندكش ما جاش على بالي ولكن ان شاء الله ان شاء الله شي اغاني لسي محمد الحياني شي اغاني كذلك للسيده ام كلثوم نعيمه سميح افيك بليزير وارتباطك بالاغنيه العربيه كنسمع الشرقي بزاف كنسمع القديم ام كلثوم كندرب على ميم صوتي عندي مون بروف دو شون نيكولا زيلينسكي كيدربني اوبيرا ماشي باش نغني الاوبيرا غير باش يكون عندك سيغتان توناليتي تو سا باش لا فوا ديالك توصل لواحد المستوى باساجو تكون من مفتوحه تو سا عندي فابريس دوباس كيمرني لايت ملي كنبغي نتمرن شرقي لانه ما بقيتش عايشه في مصر ديك الساعه كان عندي دكتور محمد البطريق دابا هو اللي بغى يغني بنيوتات صغار يتمرنوا على ام كلثوم احسن اكزرسيس بالنسبه للشرقي وغيعرفوا حتى مقامات ان شاء الله جديد ممكن تنفعهم كذلك الا ما سخيتش بيك حتى انا والله على امل لقاء بك ان شاء الله في حلقه اخرى ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق ومسيره فنيه موفقه شكرا لك زهير بزاف وشكرا نشكر راديو مارس سانسيرمون كي تري كلاس مرحبا بك اهلا وسهلا سوبرب مرحبا وشكرا للفن المغاربه اللي واقفين معايا وتحيه كبيره لكل المغاربه من خلال مرحبا شكرا لك شكرا كذلك فاطمه زهر الاخت ديالك اللي دائما كنشكر سي مو ابراهيم طاليز وعلى العنوان يحييكم اجمل تحيه لكم تلقاو بكم ان شاء الله بعد غدا ما نكونوش الى اللقاء